الماتشات اللي جايه رسميه كلها في شهر 11 15 و19 على ما اتذكر وخلاص، وبعد كده هتلعب كاس ال 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 قبل ما اسالكم كلكم عن الطرد، لانه بتتباين وجهات النظر في طرد محمد هاني، ولكن بعض التغييرات الواضحه اللي عملها روي فيتوريا في هذه المباراه الحقيقه ادت لارتفاع مستوى المنتخب. يعني من المرات القليله اللي بشوف ان اللعيبه اللي نازله، يعني انت بتتكلم عن عمر كمال بدل زيزو فانت مستريح وانت قاعد بتتفرج، مرموش بدل تريزيجيه فانت برضو مستريح وانت قاعد بتتفرج، ياسر ابراهيم بدل من علي وياسر شال واحدتين ثلاثه جامدين جدا، طارق حامد بدل حمدي فتحي وحسين الشحات. الحقيقه اللي انا بشوف ان هو نزل عمل وقفه وبيلف وبيعمل طبعا. في عمل وقفه معاكم. هقول لك يا كابتن اسلام تفسيري للراحه النفسيه اللي حضرتك حسيتها دي. حاجه يعني غريبه بدايه، بس انا سعيد بالصحبه الجميله دي حبيبي، واستوقفني بس القلم الاحمر الجميل بتاع الكابتن اسامه وقلمه الاصفر ومذاكرته الرائعه للماتش. هو ماشي واحد بيتفرج على الماتش ثلاث مرات لنا سمير النبي الكابتن اسامه يا جماعه ده ثلاث مرات مش مره يا كابتن. ايوه صح اسامه جاي، وده يعني على فكره كل محللي قناه النادي الاهلي دايما او معظمهم مش هقول مين. أيوة. لكن سمير انت شايفنا ولا جايبنا ولا طب يلا زي ما انا اهو كابتن اسامه ما شاء الله عليك، يعني كابتن اسامه لا ودي كمان كابتن اسامه برضه الدنيا كلها كالعاده الناس كلها هنغش منه كابتن اسامه عربي. يا جماعه يعني بصوا والله يعني هتصرف شغله كده كابتن اسامه هو كانه مدير الفني بين الشوطين بيعمل ايه الحكايه. الله يخليك، هو مدرب كبير. برافو عليك يا محمود والله، كان لاعب عظيم ومدرب محترم وكان دؤوب في الملعب ودؤوب في المذاكره كمان، هو محلل يعني. الله يخليك. تفسير يا كابتن اسلام للحاله الراحه دي، لو حد نزل مكان نجم او النجم بره نزل مكان لاعب اخر، هي القماشه. في اعتقادي ان منتخب مصر يمتلك قماشه على فيتوريا الترزي انه يستخدمها بالشكل اللي يناسب قيمه منتخب مصر. الترزي دي على فكره اسم حاجه حلوه يعني، عشان محدش يقول لك ده بيقولوا كذا. لا الترزي اللي بيصنع من القماشه احسن بدله واشيك قميص. صحيح. احنا عندنا قماشه محترمه جدا، عدد كبير جدا من النجوم داخل مصر وخارج مصر، وبالتالي فيتوريا في اختبار مهم. هو مشروع مدرب كبير في اعتقادي يعني، لكن عاوز اخد من كلام الكابتن حشيش والكابتن عصام انه مواجهه الفرق، انا مش هتكلم في الجزء الفني اكتر، لكن انا شايف انه مواجهه الكبار يا كابتن اسلام تخلق فريق كبير. صح. مواجهه الكبار تصنع بطل. يبقى خلاص نعمل بقى زي استاذ، ما انت معلش بس انت برضو لظروف كثيره جدا ممكن جدا تروح تلعب مع تصنيف ثاني وثالث، ما مش هتفضل تلعب مع لا كابتن هيخلص. الناس يا كابتن اعلنوا غير مره المغرب ثم الجزائر، اهو قال لك بقى لنا سنتين بنقول عايزين نلعب مع منتخب مصر. لا يا كابتن اسلام لا مش حقيقي، وانت تختار كراته ماطه. تقدر تواجه تصريح جمال بالماضي قال كده. تقدر تواجه منتخبات كثيره تصنيف اول وثاني ونبعد عن الرابع والخامس شويه. الفكره مش فكره ان انت يعني احنا مش عاوزين بس ايه نقابل منتخبات افريقيه ضعيفه جدا جدا جدا. مفيش وقت يا محمود، مفيش وقت، وكمان مفيش وقت يسمح بكده. لو انت رجعت بالتاريخ يا كابتن لو رجعت بالذاكره، كل ماتشاتنا مع المنتخبات الضعيفه قوي بيطلع شكلنا وحش. صحيح. رغم ان المتوقع ان انت تكسبهم سبعه او ثمانيه، فتلاقي نفسك ده حتى في الرسم كسبان. هتلاقي نفسك كسبان مكسب مخجل وشكلك تكتيكيا مش كويس. اذا المواجهه مضره مش مفيده. صحيح. وبالتالي مواجهه الجزائر النهارده واحده من اهم الماتشات حقيقي اللي تقدر تبني عليها للقب. حد هيقول لي ممكن يكون بدري شويه، لا مش بدري. مواجهه الجزائر النهارده بالشكل ده بالتيم ده والجزائر فول تيم تقريبا. صح. ده بيؤكد لك انك امام منتخب كبير يقدر يروح لابعد نقطه. طيب. في افريقيا اللي جايه. طيب اسال حضراتكم ولا لا الاول؟